قربي اختي الميكرو عندك شوية. هادشي تيدخل المشاهدين مع المباشر حتى داك البنيت. طير 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 باش نبينو الناس، ولكن ما يبانوش الوجوه. انتم كتشوفوا وشي مسلم وشي محسن. إذن مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر المؤلم من مدينة الدار البيضاء. أم ديال خمسة ديال الأطفال كتقضي الليل ديال الطيور. شفت الغطرة المشة جات عندها. طق طق الويفي طلق الويفي. لا لا ما بين عيني دخلت خدمة. طلق الويفي. صافي واحد باش تشوف حدايا. إذا عندنا لكم مشاهدينا الكرام دائما بخصوص هاد الفيديو أو هاد المباشر المؤلم ديال الأم ديال خمسة ديال الأطفال كتقضي الليل ديالها في العراء من بعد ما كانت كتسكن داخل هاد المنزل وتحكم عليها بالإفراغ. كانت كتسكن هنا وتحكم عليها بالإفراغ. مهم بيت كان بعد على الأقل كان محتاضنك. كان محتاضني وكنت مسورة فيه، عمرني فكرت نشوف في تي في ولا نعيط للصحافة ولا كنت الحمد لله مسورة فيه، ولكن دابا ملي تلاحيت الزنقة الله حنين الله رحيم. انتي وخمسة ديال الوليدات. خمسة الوليدات، خمسة الوليدات. الكبير كتجاوز عمر ديالو 10 سنين، بغاه الله بغاهم الله في الدنيا وبغاهم في دولة مسلمة، وكنطلب من المحسنين والجمعيات يتكفلوا بيا ويطلعوا على حالة ديالي. عاودي لنا كيفاش تخرجتي بعدا من دارك؟ شحال وانت ساكنة في هذا البيت؟ مدة 9 سنين. 9 سنين كنتي كارية هذا البيت بشحال؟ كارية من عند هذه السيدة ب 22 22000 ريال. 22000 ريال. شحال تجمع عليك ديال الكرا باش خرجاتك؟ ما تجمع ليا كان بيناتنا مني ما خلصت الشهر الأول مشات دعاتني. حيت هي غتربحني وعارفة راسها غتربحني، حيت ما عنديش أنا الرواسب، فهمتي؟ اصلا كانت كاريرك بلا توصيل. بلا توصيل بلا والو، فهمتي؟ تجاني العون كيقول لي هاد السيده راه كطالبك بعام ما خلصتيهاش. الله ودي هاد السيده راه شهر معاك ما عنديش. المهم ما رحمتنيش وتنفذ عليا دابا الحكم. شحال هادي شحال انت دابا وانت كتباتي في الزنقه؟ انا اليوم هو اليوم الثاني، البارح هادشي تنفذ عليا البارح. واليوم بيتها في الزنقه انت ووليداتك. والضبابة والسكيرية في الزنقة والحالة حالة وأنا في الزنقة. وليداتي مساكن حالتهم حالة. هاد الوليدات انت والمنطقة تعطاهم ليا الجيران. باهم باقي حي. فين هو باهم مسكين؟ فين هو؟ باهم أخويا مريض ومرض ليا مرض نفساني لحقاش ما عندوش الإمكانيات وكيشوف في ولادو في هاد الحالة. شكون هاد الأب اللي غيرضى بولادو في الزنقة؟ راه هاد الشيء راه ما كيرضيش البرناني مرضاش، ما بالك الاب مسكين اللي لا حول له ولا قوه. شنو كطالبي اختي انت دابا كتبيتها في الزنقه انت وخمسه ديال الوليدات؟ ها هما غطينا لهم وجههم لان ما عندناش حق نبينوهم، الشكاير ديالهم ها هما. اللي باغي يجي يشوفهم يجي اخويا، انا راه ماشي بعيده، انا راه غير في كازا. يجي يشوفهم ويجي يشم محسن ويدير هاد الخير هذا، الله يبني ليه خسر في الجنة. الله يعمر ربي يسهل عليه لما يجي ويجوه في حالتي. انا ماشي من هذوك الناس اللي كيسعاو ولا اللي كيطلبوا ولا هادي. انا يا عايشة بعزة نفسي، عندي ما عنديش مسورة ما كيسمع حتى حد خباري. راجلك فاش كان خدام؟ في المارشي اخويا، في المارشي. مارشي كريو. في المارشي. مارشي دكو. وهاد الغلا وهاد الازمة. تخوال ليه الموتور ديالو. تخوال ليه الموتور، دزنا من دورو في قاسية كان عنده تريبورتور كنا بيه خير. مني تخوال ولا كيخدم غير في الشاريو. صافي ما قادش ولا المصروف ما قادش عليه. أقسم بالله إلا تغدينا ما كنتعشاوش. وساترين أمرنا وكنقولوا الحمد لله. الحمد لله. ولكن مني خرجنا الزنقة حسبي الله ونعم الوكيل. ما عندنا ورث. ما عندنا حتى حاجة، عندنا الله. وانتوما والمحسنين وعاش الملك الله ينصر سيدنا وعاش محمد السادس. انا بغيت هاد القضيه ديالي تدخل فيها الملك
لحقاش انا راه بنته وبنت الشعب. انا تحقرت ودابا في الزنقه ما كاين لا حنين لا رحيم سوى الله سبحانه وتعالى، وانتوما اللي غتوصلوا لي وصلتوا الصوت ديالي. الله يجازيكم نتوما بخير. شنو النداء ديالك للمحسنين باش يقدروا يساعدوك اللي بغى يساعدك سواء داخل المغرب او خارج المغرب؟ الله يحسن العوان المسكين. وليدات كيداعوا القرايه ما كاينهاش، حتى واحد ما كيرضى بصحته وكيقراوش في الزرقاء، ما كيقراوش حتى واحد. الله يعلبوا الدنيا والله يعلبوا الديور والله يعلبوا اي حاجه حتى حاجه. ما كتعوض لك الصحه. انا دابا راه صحتي كنحس بيها، عرفتي هاد الرجلين منفوخين عليا وولادي كيحكحوا حالتهم وكل شيء ضرينا. ما نعاودش لك وحق الله. واحد الظروف عرفتي باش جبت في الزنقه وفي هذا البرد، حسبي الله ونعم الوكيل. هاد السيده ما حاولتيش معاها؟ ما رحماتكش؟ ما قلتي لها زعما غايب بلاتي راجل يخدم ويعاونك زعما يرد لك من بعد ولا شي حاجه؟ والو 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 والو. هاد السيده والو ما رحمتنيش، ما رحمتنيش. دخلوا الجيران، دخلوا العائله ديالها، دخلتهم. هاد السيده كتعرف الفلوس، قالت لك كريت بيت شريت مدخ. صافي هذه الانسانيه ما فيهاش. حسبي الله ونعم الوكيل. كي غيجيها خاطرها انا في الزنقه وهاد الوليدات، ديرها بحساب هاد الوليدات محشوماش عليها، محشوماش عليها بيتتهم في الزنقه. كي غيجيها ضميرها، كي غيجيها نفسها، غتنعس هانيه ومشرده وليدات، معرضاهم للمرض، معرضاهم اي حاجه خايبه. حسبي الله. وكل تشوف هذاك البيت اللي كاري ليا اللي مشيش. حسبي الله. اذا انتم كتشوفوا مشاهدينا الكرام هذا المباشر المؤلم ديال هذه السيده اللي هي وخمسه ديال الوليدات ديالها كيقضيو الليل في الزنقه في العراء من بعد ما تم الطرد ديالهم من هذا المحل اللي كانت كتكريه لمده 9 سنين بسومه كرائيه كتوصل 22000 ريال 1100 درهم في الشهر. ما لقاتش باش تخلص راجلها، كان السبب ديال انه ما بقاش كي عنده مدخول انه تسرق له الهاتف او تسرق له الدراجه الثلاثيه العجله ديالو تريبوطور، ما بقاش كيقدر يخلص الكره. خرجوا تشردوا. هذه رساله حتى لذاك الشفار اللي دا داك تريبوطور. شوف شنو درتي لهذ الاسره هذيك. شوف الى عندك الى عندك الضمير، شوف شنو درتي. شوف الشفار شنو درتي لهذ الاسره. انت السبب انهم بيتين في الزنقه. اللي يقدر يساعد هذه السيده رقم راه ظاهر على الشاشه. حافظه على التليفون؟ حافظه التليفون ديالك؟ 06 48 75 لا 74 25. عاودي بلاتي بلاتي. عاودي عاودي عاودي. انا ما حافظتهاش. عاودي التليفون. صفر سا 48 صفر سا 74 25. عاودي. 06 48 06 74 25. إذا هذا هو الرقم ديال هاد السيدة اللي بغا يساعدها، اللي يقدر يساعدها من داخل أو خارج المغرب. هانتوما كتشوفوا الحالة ديالها، أم ديال خمسة ديال الأطفال كيدوزوا ثاني ليلة ديالهم في العراء في الزنقة في هاد الشتا وفي هاد البرد وفي هاد الضبابة. اللي يقدر يساعدهم يتصل بهذا الرقم. اللي ما قدرش غير يبارطاجي واللي ما بغاش يبارطاجي ما يتصلش بهذه السيده يستهزئ بها او يتفلى عليها ويقول لها جي عندي، كيف قالوا الناس اخرين من قبل فاش دارت واحد النداء اخر قبل ما تخرج من المنزل ديالها. ملي كنت في المنزل صورت مع الصحفي مصطفى نيت شوف تي في ولا اله الا الله. درت النمره ديالي في النداء، كيتصلوا بيا غير نصابه وغير اللي باغين يستغلوني ويستغلوا الظروف ديالي. حسبي الله ونعم الوكيل. يديروني اختهم، يديروني امهم، يديروني وحده من بنتهم، ما عرفوش الدنيا فاش غدور. حسبي الله اللي كيستهزئ بالناس الضعفاء. حسبي الله. الفقر راه ماشي عيب، الفقر راه الله سبحانه وتعالى خلق الفقر في الدنيا. طبيعه الحال خلق الغني وخلق الفقير. هذا الشيء كتبوا عليا الله، هذا الشيء كتبوا عليا الله. حسبي الله ونعم الوكيل. ربي بغى يختبر الناس الاغنياء اللي باغيين يديروا شي خير في الدنيا قبل ما يموتوا، وغيخليوها بحال هاد مناس الدار نيت دايره كتجري في الديور، باغا تشري هاد الديور ودير في هاد الشيء والاملاك ولاباس عليا. وهادي راه ملي غتموتي راه ما غاديش، كيف انت ما درتيش الخير حتى انت راه ما غتلقايش حتى اللي يصدق عليك. صدقي حتى انت
وتسعي على خوتك وتسعي على الناس. راه ما الدنيا راه ما دايماش، راه الدنيا ما دايماش. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقدر يساعد هاد السيدة، يساعدها. هاد السيدة ما واقفاش زعما على هاد الدار، على هاد البيت مثلا كتاكل وتشرب منه ولا لاباس عليها؟ والو، الدار كاملة كارية، الدار كاملة خويا كارية. عنده وعنده ديور وخلى لها المرحوم مسكين، كان راجل ممسك عليه الله. الله هذاك الشيء رزقها، انا ما ندخلش فيه. الله يزيد اي واحد اللي عنده، الله يزيده. ولكن الانسانيه تكون باش شردي خمسه العائله على قدها. الراجل مسكين حاجه حاله، علم بها الله. راجل مسكين، راجل درويش وخدام معانا كيجيب لنا لقمه العيش مرفو من السبع. ولكن تغلب مسكين. تغلب طبيعة الحال، غير تغلب بطبيعة الحال. إنسان على قد الحال، ماشي عنده شي خدمة، يعني إنسان غير مناويم. الغدا على الله والعشاء على الله. راه الناس راه لاباس عليهم، والناس موظفين ومقهورين، ما بالك إنسان الغدا على الله والعشاء على الله ورزق الله بخمسة الوليدات؟ يعني أشنو هاد الشيء هذا؟ راه مسؤولية صعيبة وتقهر. يعني هاد الزمان هذا راه الناس لاباس عليهم وتقهر. وحسبي الله، باش هو ما قدش خويا على الكرق ومع المصروف ومع المتطلبات تاع الوليدات، ومع كتشوف هاد الحالة هادي. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا في الزنقة، لا حنين لا رحيم سوى الله، والمحسنين والجمعيات يجيو يشوفوا من حالي. إذا نتمنى بأن هذه الرسالة ديال هذه السيدة توصل. مشاهدينا الكرام، الله يجازيكم بخير، حاولوا تبارطاجيو ما أمكن، بالصوت ديالها يوصل لأكبر عدد. الله نلقاو شي محسن ولا شي محسنه اللي تصل بها هذا النهار، على الاقل غير كريله غيتامه، تلقى شي بلايصه اللي شي محسن ولا شي واحد اللي يساعدها انها تاخذ ديور. كو كان جات في الفتره اللي كانت قناه الشعب، قناه شوف تي في، كتفرق المنازل، كانت هي الاولى غادي تستافد من هذيك المنحه ديال المنزل. ولكن الله يحسن العوان، في هذه الساعه ما كايناش هذيك العمليه. نتمنوا بان شي محسن ولا شي محسنه تفضل ويتكرم ويكري لها، يحاول يساعدها. الرقم ديالها راه قاد على الشاشه. شكرا مشاهدينا الكرام، مره اخرى كنطلب منكم تبارطاجيو. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.